الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش. الطريقة باش يتم الفض ديال الأشكال النضالية لهذا الإطار ديال التنسيقية الوطنية هي طريقة لا تنسجم حتى مع القوانين المعمول بها في هذا السياق. وكان تحدثت هنا على المرسوم المتعلق بالتجمعات العمومية وغيرها. إذا للأسف الشديد ما غاديش نكونوا في صيغة المبالغة إلا قلنا بأننا نحن اليوم عودة المفهوم ديال الدولة البوليسية بجميع أشكالها. الشيء اللي دفع هاد الأساتذة أنهم يجيو للأسف ويديروا هاد الوقفة هي المجزرة التي يتعرض لها الأساتذة المتدربين داخل المركز. كندينو أساليب اللي كيتعامل بها الوزارة الوصية والدولة مع الميزية الأساتذة من قمع ومن تهميش ومن حصار، وخير دليل على ذلك الحصار اللي تعرضوا ليه الأساتذة اليوم وبالتصريحات ديال الأساتذة لأنهم تعرضوا للتعنيف وتعرضوا. وكندعو بالمقابل إلى فتح باب الحوار، لأن الحوار هو اللي من شأنه يعطي حلول منصفة في خدمة المدرسة العمومية. وبغيت نأكد على واحد المسألة أساسية، بأن الميرس ديال الأساتذة ديال اللي كيتدربوا هنا في المركز ديال الأساتذة ديال مادة الرياضيات، بأن نقاط الوطنية التعليم راه متبع الميرس لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني. اللجنة اللي كانت جات لجنة وطنية باش تخرج لنا المخرجات ديال التقرير ديالها، لحد الساعة باقي ما كاينش وقت. كنطالبوها من هذا المنبر هذا باش تخرج المخرجات ديال هذاك اللقاء باش نعرفوا المآل ديال هاد السنة التكوينية. من اليوم الأول من طرف واحد المكون معروف لدى الجميع كيهدد أستاذ متدرب ديال فوج 2022 بأنه كيف رصبتك، تيقول لي بصريح العبارة كيف رصبتك السنة الماضية وكيف انتقمت منك، غادي نعاود نرصبك وغادي ننتقم منك هاد العام. بالإضافة لهادشي كيقول الأستاذة متدربة يعني يلا في بداية الموسم التكويني أنت غتكوني أول المرصبين، يعني هذا كيبين بأنه راه الامتحانات ديال الاستيفاء ما عندها حتى قيمة بالنسبة للناس، وبأنه كيستغلوا يعني الملكياتين ديال فصل التكوين على التوظيف باش يمارسوا الشطط ويستغلوا المناصب ديالهم يعني لأسباب يعني حنا شخصيا ما عارفينهاش. استجابة لبلاغ المجلس الجهوي التنسيقية الوطنية الأزلي الذين فرض عليهم التعاقد الصادر بتاريخ 5 يونيو 2022 والداعي إلى أسبوع نضالي اختتم اليوم بإضراب جهوي يومي الجمعة والسبت 10 و11 يونيو وبإنزال جهوي بمدينة أسفي أمام مركز تكوين بأسفي يومه الجمعة 10 يونيو، واللي مع كامل الأسف تم قمعه بشكل رهيب جدا. وقبل أن يتم قمعه من طرف القوى القمعية تم قمع الشكل النضالي من طرف إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فرع أسفي منذ البارحة واليوم، بحيث تم إخلاء مركز التكوين بطريقة تؤكد بالملموس على أن إدارة المركز متورطة بشكل كبير فيما يعانيه الأساتذة المتدربين شعبة الرياضيات فوج 2022 بمركز أسفي. نعتبر ما وقع اليوم وما وقع بالأمس وما وقع لكم سنوات بالرباط بالقمع وما وقع كذلك المحاكمات الأساتذة المتدربين ما هو إلا تراجع خطير، وهو كيف قال السبقني أنه أكثر من ردة حقوقية، ولكن هو تغول ديال هاد الدولة البوليسية اللي ما بقاش كتعرف إلا لغة واحدة هي لغة القمع والزواطة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.